إسرائيل بتحارب على 7 جبهات. 7 إيه هما؟ الجبهة الإيرانية، الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا، بتتكلم حزب الله في لبنان، بتتكلم على حماس في غزة، بتتكلم على الضفة الغربية، الحوثيين، زائد إن جبهة الأردن بيتم تهريب منها للضفة الغربية معدات إيرانية. فإسرائيل عشان هي بتحارب ميليشيات في حاجة لقذائف مدفعية، واللي فضت أوكرانيا واللي سببت الأزمة في أوكرانيا هي أولا إسرائيل. حرب غزة دي هي اللي قضت على الحلم الأوكراني كله. ده حاجة. حاجة تانية عشان بس تبقى عارف، مش إسرائيل فقط اللي سببت الأضرار لأوكرانيا، القرارات الخاطئة من زيلينسكي رئيس أوكرانيا. زيلينسكي طمع لما شاف إن هو قدر يوقف الروس، قال لك أنا هقوم بهجوم مضاد أوكراني. الهجوم مضاد الأوكراني ده هو اللي بهدل أوكرانيا، ده اللي قسم أوكرانيا النص وجابها على الأرض. ده أولا. وقبل القرار ده بتاع الهجوم مضاد الأوكراني الفاشل، تمسك زيلينسكي بالدفاع عن بخمة اللي كانت مفرمة لحم واللي خسر فيها جنود كتير جدا. القرارين دول هما الأساسيين. وأنا بقول لك القرارين دول ليه؟ لأن ده اللي ركز عليه كاتب آخر اسمه ديفيد إجناسيوس. ديفيد إجناسيوس بيكتب مقالة أسبوعية في واشنطن بوست، وحب إن هو يركز على المساعدات الأمريكية اللي ذاهبة لأوكرانيا، وقال لك هي إزاي أوكرانيا تستخدم المساعدات اللي جاية لها أدام إحنا خلاص أقرينا إن القذائف المدفعية دي مش هتوصل لأوكرانيا قبل السنة الجاية. وبالمناسبة جاك ديتش اتكلم واكد لك ان حتى المساعي الاوروبيه لشراء قذائف او دعم اوكرانيا بالقذائف برضو مش هتصل قبل يناير.